Oh, yeah. Oh, I'm coming tomorrow. هل ده حاجة عن معالج الامتحانات؟ لا خالص. مفيش حاجة مؤكدة بس بيقولوا يعني على 23 واحد. 23 واحد. 23 واحد؟ في ناس. احتمال. خلينا التربية والتعليم قالت ده رسمي التربية والتعليم 10. 10 واحد. ف 10 واحد. جماعة هنا الجاديوس 5 واحد. احنا 10 واحد. 5 واحد ازاي يعني؟ الأندر بريد. الأندر بريد. احنا بعدين يعني. ايه؟ بعدين باسبوعين ممكن 25 يوم. شهر اثنين بصوا المره الجايه ان شاء الله هتبقى المحاضرات بتاعتنا اونلاين علشان ايه القلق اللي احنا فيه ده. فان شاء الله هنبدا المره الجايه او المحاضره بتاعت المره الجايه هتبقى موجوده على فيسبوك وهنعمل سيشن كده. لو في حد عنده اسئله او اي حاجه هنعمل سيشن اونلاين هنتكلم على ميعاد عليها. بس لو في حد عنده اسئله او في حاجه مش واضحه في المحاضرات نقدر ان احنا نراجعها ونعملها كفر يعني. تمام؟ طيب نبدا نرجع تاني نتكلم على الكورس الجميل الظريف بتاعنا اللي هو ايه الداتا ستراكشر. ليه احنا محتاجين الداتا ستراكشر؟ عشان نعمل ابستراكت للداتا زي فكره الاريه كده يعني. بنعمل ابستراكت للداتا ستراكشر بنعمل ابستراكت للايه اللي احنا عايزين نشتغل عليه. يعني احنا عايزين نعمل حاجه زي الاري نحط فيها ايتمز 1 باي 1 عايزين ننسرت هننسرت ايتم واحد عايزين ندريت هندريت واحد برضه. فده كده عملنا الفكره بتاعه اللينكد ليست. فاحنا عملنا داتا ستراكشر او هيكل نخزن فيه البيانات اسمه لينكد ليست. تمام. وبعدين عملنا فكرنا طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل الاوردر لينكد ليست ان هي بدل ما هي لينكد ليست كده عاديه بنحط باي ترتيب نحط في الاول في النص في الاخر ونديليت باي شكل لا هنحطها بترتيب. طيب عشان نحط الترتيب يبقى محتاجين يبقى في عندنا حاجه اسمها كي ده اللي احنا بنرتب عليه 1 2 3 4 العنصر رقم 1 الداتا بتاعته كذا. طيب الكي بقى يعني زي ما انت عايز انت اللي بتعمل الليميتيشن دي. عايز تعمله انكريمنتال هتعمله انكريمنتال عايز تعمله المهم ان هو ما يتكررش هتعمله اسماء زي ما انت عايز بس يبقى يونيك بس يبقى يونيك في الليسته كلها يعني كي ده ما يتكررش. تمام بس ممكن ما يبقاش بس ممكن يبقى في كي مش موجود يعني ممكن يبقى في عندك 1 2 5 تمام. وبعدين طيب دي كانت الفكره بتاعت اللينكد ليست والاوردر لينكد ليست. طب انا بنعمل ازاي اعرف اتشوف كي ده مش موجود؟ سيرش عليه الاول هتلاقي الفانكشن بتاعت اوردر انسيرت المفروض انها في الاول بتفضل ماشيه لغايه لما الفاليو اللي معاها اكبر من الكي اللي احنا واقفين عليه. تمام فده المكان لو الفاليو اكبر من هتبدا بقى تشوف اللي بعدها ايكوال يبقى كده هترتيرن فولس ان الكي موجود مش ايكوال الكي بتاعتنا هتنسيرت. تمام طيب هذا كده تاني داتا ستراكشر احنا فكرنا نعمله عملناه ازاي؟ عملناه بكلاس اسمه لينكد ليست. طيب وايه النود اللي احنا هنملى فيها البيانات؟ هي نود فيها ايه؟ فيها داتا ونكست. الداتا ده عباره عن ستراكشر حط فيه بالشكل اللي انت عايزه حط فيه بيانات بالشكل اللي انت عايزه ونكست هو عباره عن بوينتر على نفس النود. وبعدين وجينا بعد كده قلنا طيب دي اول فكره بسيطه. طبعا عايزين فكره بعد كده ابسط اللي هي ايه؟ الستاك. فكره الستاك ان احنا عايزين مكان نخزن فيه البيانات في باي بوزيشن ان اخر حاجه اتحطت هنحطها فوق او لو جيت حاجه بعديها نحطها فوقيها وهكذا كانك بنرص حاجات فوق بعضها. طب لما نيجي نسحب منها هنسحب من فوق اخر حاجه اتحطت هي اول حاجه هنسحبها فعلشان كده هي اسمها ايه؟ لاست ان فيرست اوت اخر حاجه اتحطت هي اول حاجه احنا هنسحبها. دي كده فكره الليفو او الستاك بتاعتنا. طب نعمل لها امبلمنتيشن ازاي؟ كان عندنا طريقتين نعمل بيها امبلمنتيشن. فاحنا عرفنا فكره الستاك ان احنا عندنا مكان بنحط فيه ايتمز من فوق ونسحب من فوق. طيب ممكن المكان اللي نحط فيه ده يبقى عباره عن ايه؟ يا دايناميك اري فاحنا بنملى في الاري ونسحب من الاري او ايه؟ اري عادي او لينك ليست ان احنا بنملى عباره عن حبات كده او نودز كده كل ما نحب نزود نود جديده بنزودها في التوب. عايزين نسحب نود هنسحب نود من التوب. تمام ده كان الفكره بتاعت اللينك ليست. فاحنا ممكن نعمل امبلمنتيشن لللينك ليست
على شكل array او نعمل implementation للينك ليست على شكل ايه؟ معكسنا كده على شكل لينك ليست. تمام. طيب حد متخيل لو حطينا الستاك على شكل array هتبقى عامله ازاي؟ احنا عندنا array مصفوفه كده النودز بتاعتها بادئه من صفر لغايه 10. هنملى ازاي؟ هنملى من صفر واحنا طالعين وهناخد من فوق. طب عايزين نشيل هنشيل من فوق من فوق لغايه لما نوصل للصفر. نوصل للصفر كده. العكس هي الايه؟ اللينكد ليست في الاول خالص الهيد او التوب ايه؟ نال. حطينا ايتم جديد يبقى الايتم الجديد هو اللي بيساوي الهيد. جينا حطينا ايتم تاني حطينا الايتم الجديد مكان الهيد والايتم القديم بقى ايه؟ بعد الهيد. هو في حاجه في اللينكد ليست سالت الدكتور عليها الكيرسور امبتي فانا عايز افهم يعني ايه الكيرسور. يعني مثلا لو انا اقول مثلا الهيد امبتي هو كده مفيش حاجه. طب الكيرسور امبتي يعني كده الكيرسور ما بيشاورش على اي حاجه؟ الكيرسور ما بيشاورش على حاجه بس يعني المفروض مش مهم ان الكيرسور يبقى بيشاور على حاجه. لان انت في اول الفانكشنات انت بتقول انت عايز مثلا تديليت هتخلي الكيرسور يدور على حاجه او هتوقفه على المكان اللي انت هتمسح منه هتعمل بوك مثلا فانت هتخلي الكيرسور ايكوال هيد فانت خليته نفسك هو اللي يسوي. انا فكرت فيها قلت لما الكيرسر بيساوي النال يبقى انا كده مش عارف اوصل على اللينك ليست دي الا ما خلاص. المهم لو هي لينك ليست انت معاك الهيد اهم حاجه الهيد. لو الهيد فقدتها باي شكل يبقى انت مش هتعرف توصل لغايه اللينك ليست. تمام. لكن الكيرسر ده انت اللي تعمل له سيتنج حتى في كل خطوه احنا بنحركه ممكن تعمل له تحريك مره بالغلط بس ممكن ترجع تاني تظبطه ما فيهاش مشكله. الهيد هي الحاجه الوحيده اللي لو فقدتها مش هتعرف ترجع تاني لللينك ليست. خدها ازاي يا دكتور وانا بروح لها في اي وقت انا عايزاه؟ الهيد انا بقول لك لو غيرتيها فانكشناليتي معايا انسرت زي ما احنا كنا مثلا ممكن نعمل كود بدل ما نخلي مثلا عملنا نود جديده فعملنا نيو نود ار نيكست ايكوال ايه هيد صح؟ كنا بنعمل كده لما انسرت جديد خلينا ايه بدل ما نحط الخطوه دي قبل هيد ايكوال نيو نود رحنا حطينا هيد ايكوال نيو نود قلبنا خطوه مكان خطوه حصل ايه؟ خلاص كل الحاجات اللي احنا كنا بنشاور عليها بالهيد دي خلاص ما بقتش موجوده مش موجوده موجوده بس احنا مش عارفين نوصل لها. ليه جه؟ فقدت الادرس بالظبط فقدت الادرس بتاعها. في الستاك ده ينفع ادلك من اي فولدر ولا لا؟ لازم الستاك انا بعمل بوك لازم اشيل اللي على التوب. في سؤال انا شفته في الستاك اللي عايز يحتفل هنعملها ازاي؟ هتشيلها بوك لغايه لما توصل للايتم ده وتعمل بوش. هعمل كده هعمل ستاك تاني صح؟ بس انت ما ينفعش انت بتيجي على الايتم ده وتقول انا هديليت. لا انت هتستعمل الفانكشناليتي اللي هي هوب لغايه لما تلاقي الايتم اللي انت عايزه وبعد كده تعمل بوش تاني للايتم اذا كانت موجوده على الستاك. بس انا كده يا دكتور اكيد هعمل ستاك تاني احط فيها اللي انا عملت له البوك ده. بالظبط كده. دكتور معلش يا دكتور انا عندي حاجه كده اسمها فري فانكشن اسمها فري وبحط فيها النود. دي يعني شبه الديليت ولا غير الديليت؟ زي الديليت يعني دي تعتبر لازم امشي ديليت فانكشن. ديليت بتاعت سي بلس بلس. فري مش بتاعت دي بتاعت سي. عايز تعمل دي على حسب الكومبايلر اللي انت بتشتغل بيه. تمام. طيب هنتكلم النهارده على الداتا ستراكشر التالت اللي هو الكيو. يبقى احنا شفنا كان عندنا مشكلة الديناميك اري بدلنا الديناميك اري باللينكد ليست وفي عندنا لينكد ليست وأوردر لينكد ليست. بعد كده عملنا داتا ستراكشر تاني اللي هو الستاك بالترتيب بنحط لاست ان فيرست اوت. هنعمل بقى فكرة عكس اللي هي الكيو او الطابور اللي هو فيرست ان فيرست اوت. أول حاجة وصلت هي أول حاجة تطلع زي ما بتقف في أي طابور. أول واحد بيجي يقف هو أول واحد اللي بعده اللي بعده اللي بعده لما الشباك يفتح اول واحد في الطابور اول واحد بيقف في الطابور هو اللي هياخد الخدمه او يخش على الشباك. نفس الفكره دي لما بتروح مثلا تدفع فاتوره في فودافون ولا وي ولا اي حاجه فبتاخد ايه رقم 1 2 3 4 يقول لك فاضل لك اربع عملاء مثلا علشان تاخد الخدمه. هو بيبدا ايه الشخص اللي قاعد على الكاونتر يقول انا عايز نيكست فيجي له اول واحد دخل الطابور النكست هيجي اللي بعده اقدم واحد وبعد كده اللي بعده واللي بعده. تمام. طيب الفكره دي اتعملت ازاي؟ اتعملت بالايه؟ بالكيو. ده اللي احنا هنشوفه. يبقى احنا دلوقتي بنشوف ازاي ايه هي الفكره وازاي نعمل لها امبلمنتيشن من سي بلس بلس. هو الكومبايلر شغال كيو برضه صح تقريبا؟ في كيو الكومبايلر ذات نفسه شغال كيو بلس بلس.
انا بشتغل ورا بعض، باخد اول حاجه اتحط فيها انفذها، بعد كده اخد اللي بعدها، وبعد كده اخد اللي بعدها. طيب ايه الحاجات اللي احنا هناخدها النهارده؟ هناخد introduction to queue data structure, designing queue class using dynamic array او linked queues. زي فاكرين linked stack، يبقى هنعمل الكيو فكره الايه linked list، وهنشوف الابلكيشنز بتاعت الكيو. طيب ايه هي الكيو؟ هي عباره عن simple data container consisting of linear list of elements. هي linear زي ما احنا قلنا، كل element بيشيل او كل node بتشيل element واحد بس، فيش نود بتشيل اكتر من اليمنت، كل نود بتشيل اليمنت واحد وتشاور على نود واحده واحده. اكسس باي بوزيشن، زي ما الليسته الستاك كانت اكسس باي بوزيشن، اللي هي ايه؟ لاست ان فيرست اوت. هنا اكسس باي بوزيشن هو اوردر انسرشن، اللي هو فيرست ان فيرست اوت. انسرشن ات وات ان؟ ات وان اند، اللي هو الرير. والديليشن منين؟ من الفروم. طيب الستاك كانت ايه؟ الاثنين من الفرونت، الاثنين من التوب او الاثنين من الفرونت. تمام. طيب فيرست ان فيرست اوت، في عندنا برضو تو بيزك اوبريشنز اللي هي ان كيو ودي كيو. كان عندنا في الستاك ايه؟ بوش وبول. ده الستريشن للكيو عامله ازاي. فاحنا عندنا لو عندنا الايتمز الموجودين 1 2 3 بالشكل ده كده، وعملنا انسرشن لاربعه، أربعة هتتحط هيحصل لها إن كيو بعد ثلاثة. طب جينا نعمل دي كيو، رقم واحد اللي هي أقدم حاجة كانت موجودة في الصف، هي أول حاجة هيحصل لها بروسيسنج. طيب لو جينا شفنا الإن كيو والدي كيو، هل عندنا مشكلة؟ يعني دلوقتي إحنا قلنا هنعمل إمبلمنتيشن للستاك، لو فاكرين إحنا هنمبلمنت الستاك دي يا إما بالري يا إما بلينكد ليست. طيب قلنا لو هنعملها امبلمنتيشن عن طريق الاري، فاحنا عندنا اري هنبدا من 0 ونحط 0 1 2 3 وهنديليت 3 هتبقى 2 وهكذا. طب لو نفس الفكره دي عملناها في الكيو، هنعمل انسرت من فوق. طيب هنعمل انسرت من فوق، طب وهنديليت من تحت. من تحت. طيب انا هفضل انسرت فوق 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 لغايه لما تميل. طب اخر واحده رقم 9 لو عندنا الاري فيها 10. طب انا عملت ايه؟ ديليت من تحت 0 1 2 3. طب عايز انسرت بعد 9، انسرت فين؟ بعد 9 اتملت، الاري اتملت. مش لازم حاجه، انا لازم انزل الكاونت اللي عندي انزله تحت بحيث ان انا اكمل فوق. انا بنزل الجزء اللي فوق تحت. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز يبقى في عندي طريقه تسمح لي ان انا بدل ما اقول ان 9 دي كده اخر الاري مش هعرف انسرت بعدها، لا ده انا عندي مكان تحت اقدر اكمل وانسرت فيه. علشان كده عامل حاجه اسمها اللي جاي احطه تحت. بعد التسعة عايز احطه فين؟ 10. بعد التسعة في 10 صح؟ صح. وهديليت، هديليت من اخر حاجه لو كانت 3 هديليت من عند الثلاثة مثلا. انا ما عنديش مكان خلاص، وما عنديش مكان نعملها ازاي؟ انا دكتور ممكن يعني ايه؟ طب انا دكتور ممكن اقول ممكن نعمل اللي انا خرجته ده، اعد انا خرجت قد ايه، وبعد ما عد ازود من فوق، انا ازود اللي من فوق يعني كل شويه اكستند الاري. صح. طب يعني الاري فاضيه، ما هي بقت فاضيه من تحت. يعني احنا دلوقتي عندنا الاري فيها من 0 ل 9 صح؟ طيب ما فيهاش غير اخر اللي بتتحط اللي هو موجود في 9. تمام. وبقيتها من 0 ل 8 فاضيه. فاضيه. نعمل ايه؟ عاملها ازاي؟ نرجع تاني. طب انا عندي اخر حاجه عشان لما اجي اشيل تاني هشيل رقم 9. ما ينفعش اخلي رقم 9 اول واحد بعد كده نعمل ناخدهم كلهم كوبي ونحطها من تحت. وكل ما الاري تتملي اعمل اكستند تاني. ايه تاني؟ او اشتغل بدل الاري لينك ديست، او نعمل زي الرسمه دي خليها دايره. زي الرسمه دي خليها دايره بالظبط. اخرج من بره الاري خالص. هي دي مش اري، هي دي اسمها سيركلر اري. تمام. بيقول لك ايه؟ وين لاست اري اليمنت از ريتشد، اخر اليمنت زي ما احنا كنا بنتكلم اللي هو رقم 9. وي جو باك تو ستارت، بنبدا تاني نعمل انسرت فين؟ في ستارت اللي هو رقم 0. تمام. تو ان كيو بتعمل ايه؟ بتقول ان الرير احنا بن كيو او بنانسرت فين في الاخر. فالمكان اللي احنا هنعمل فيه انسرت اللي هو الرير هو ايه؟ رير بلس 1 مود سايز. طيب احنا لو جينا واقفين في 9 يبقى المكان اللي جاي بعد 9 كام؟ 10. 9 زائد 1 10 مود 10
يبقى كام؟ زيرو. يبقى المكان الجديد هو رقم صفر. طب المكان اللي بعد كده انا واقف في 10، المكان اللي بعد كده 11 يبقى 11 زائد او 10 زائد 1 11 موت 10 يبقى 1 وهكذا. تمام. يبقى احنا عملنا ايه؟ بدل ما بدأنا بدل 9 10 11 12 عملنا ايه؟ 9 0 1 2 وهكذا. تمام. طيب لو عايزين ندي كيوب، طيب هل الكلام ده ينطبق في كل الاحوال؟ اه الكلام ده ينطبق في كل الاحوال. يعني احنا ممكن لو الاري فاضيه خالص، طب الاري سيركل ده اصلا نعملها ازاي؟ ما هي احنا مش هنعملها، ما فيش داتا ستراكشر اسمه سيركل اري. احنا بس بدل ما نقول البوزيشن 0 1 2 3 4 لا، البوزيشن ايه؟ رير بلس 1 مود سايز. فانت لو واقف في المكان الاولاني او واقف في المكان الاولاني، المكان الاولاني رقم كام؟ 0 زائد 1 1 مود 10 كام؟ 10 مود 1 مود 10 1 واحد. واحد. يبقى انت خلاص المكان اللي بعد زيرو هو واحد. طب واحد المكان اللي بعده كام؟ واحد زائد واحد اتنين، وعشرة اتنين. يبقى انت كده الاكويشن دي هتشتغل معاك قبل ما تكمل السايز وبعد ما تكمل السايز. تمام؟ مع كل مرة بقى يبقى 10 بعدين 20 بعدين زي ما انت ما كملي بقى لغاية لما البرنامج يخلص. مفيش اي مشكلة. ازاي بقى هتشتغل بقى؟ هوريها لك دلوقتي. انا هنمشي عليه. الفرونت نفس الكلام، لو عايزين ديليت او عايزين دي كيو، انا كيو نفس الفكره دي، ان الفرونت ايكوال ايه؟ فرونت بلس 1 مود سايز. يبقى دول التو ايكويشنز لو مشينا عليهم هيخلينا نوصل للشكل. خلينا نبص هنا، ده شكل الاري اللي هي بادئه من 0 لغايه كام؟ 9. في الاول خالص هي زي ما انت من 0 ل 9 اري عاديه خالص من 0 ل 9. طيب هنعمل ايه؟ هنحط 17، حطينا 17 في رقم 1. 25، حطينا 25 في رقم 2 وهكذا. كده الفرونت ثابت والرير بيزيد جوه المكان بتاع الري المكان المناسب. طب عايزين نمسح 12، يعني الرير دي المفروض المكان نعم الرير هنا بيكتب لي المكان الجديد اللي انا هعمل فيه انسر. يعني انا اللي بسميه، انا كمان اي حاجه ثانيه. يعني قلنا ما في عندنا فرونت والفرونت بنسحب منها والرير بنحط عليها، مش انا زي الكيو كده فهي طابور فبتحط على اخر حاجه، فالرير ده اللي هو اخر حاجه. يعني انا ممكن انسحب الرير ايه؟ انا بانسرت في الرير لكن بسحب من فوق. مش دلوقتي لما نيجي نقف في طابور بيتحط اخر واحد في الطابور بيتحط في اخر مكان هو الرير. طب اول واحد بنسحبه هو اول واحد في الطابور اللي هو الفرونت. هو بقى كده مفيش اول واحد اساسا، هو كده بقى فيه ايكويشن، والايكويشن دي كل مره في اول وفي اخر طبعا لازم. لا الفرونت في الاول خالص، الفرونت والرير كانوا مع بعض. لا انا مش قصدي بقى مبقاش في مكان اسمه اول، المكان اللي اسمه اول ده بقى بيتحرك مع كل مع كل حركه معاه. يعني انا كده مش يعتبر مش باكستند الري، انا بشيل من تحته. ايوه بالظبط كده، هو نفس السايز، هي نفس السايز غير ما غير في السايز. خلينا هنشوف لغايه لما الري بتاعتنا تكملي وبعد كده هنرجع نحط في الفرونت. كده انا عندي مكانين فاضيين اللي هم A0 و A1، دول مكانين فاضيين. هبدا بعد كده اكمل انسرت عادي خالص. يا دكتور الفرونت انا بسحب منه، ما انا بسحب من الاخر 0 و 1. حطينا 24 25 16. طيب عايزين انسرت كمان، هنستعمل بقى الايكويشن اللي احنا قلنا عليها. هننسرت فين؟ في زيرو. ليه؟ لان احنا 9 زائد 1 ب 10 مود 10 بقى ايه اوف زيرو، يبقى ده المكان الجديد اللي احنا عايزين نعمل عليه. هنسحب من 2. لو انت تسحب من ايه؟ هسحب من 2 من فرونت، فهو هيبقى الفرونت واقف على 2. الفرونت واقف على 2 صح؟ تمام كده؟ صح؟ الفرونت واقف على اخر حته انت واقف عليها. طب يا دكتور لو هي امتى بتتقفل بقى؟ امتى بتقف خالص؟ لو الفرونت يساوي يبقى انا كل مره بتشيك ان انا الفرونت خلاص لازم. لو هي مش فل تقدر تنسرت، لو هي فل ما تقدرش تنسرت.
كل مره بتشيل عليه. في الاول مره خالص بيسوى بس بيسوي صفر، لكن لو بعد كده لو انت مش بيساوي بعض، لو بيساوي بعض يبقى انت كتبت على حاجه. لو الريل اللي جاي يساوي الفرونت، مش اللي انت واقف عليه، لو واقف عليه ما فيهاش مشكله، لكن لو اللي جاي يساوي الفرونت كده خلاص. طيب نشوف بقى شويه ابلكيشنز على الكيو. لا لو الفرونت والريل بيساوي بعض كده اول مره تعمل انسر كده اللي بتاعك اتفضل. طيب نعمل ايه؟ سيميليشن اوف ويتنج ليست زي ما كنا بنتكلم. لو عايز تعمل سيميليشن لخدمه او ويتنج لاين في مكان معين فتقدر طبعا تعملها عن طريق الكيو. ممكن سيميليشن اوف سيرفيس. نعم هيبقى فيه برضو بعض الاوامر اللي انا اقدر اعرف الفرونت واقف فين والريل واقف فين يعني وانا بشتغل. أنا لا انت بتعملي انسرت وخلاص، ما فيش دعوه واقف فين، واقف فين اللي جوه الكيو. لا انا كده انا يعني دلوقتي لو انت واقفه جوه لو هتاخدي رقم من المكان انت عايزه تعرفي ايه؟ انت عايزه تاخدي رقم بس. ممكن يقول لك فاضل لك اربع عملاء علشان توصلي على اول واحد، تمام؟ بس هي فيها كام بعد كده؟ ما فيش يعني ما فيش امكانيه كده يعني. هي زي دائره مسمطه يعني. مش معقولة كده. يعني نعمل انسيرت انت ما تعرفيش بتشتغل ازاي من جوه. بس لما اجي ادي انسيرت هيديني الارم مثلا. لا لو هي اتملت هقول لك ان الكيو فول مش هتعرف تعمل انسيرت. طب لكن لما مثلا اعمل ديليت. نعم اعمل ديليت بتعملي جوه دي كيو خلاص، ما فيش دعوه برضه بقى عامله ازاي، ما فيش دعوه بالعدد ايه، تعملي دي كيو. ممكن تجيبي دي كيو على ايه؟ على الفرونت بقى صح؟ دي كيو على الفرونت. ممكن لما استخدم اللينكد ليست فكده مش هتبقى ليها صالح. لو اللينكد ليست مش هيبقى فيها فول مش هيبقى معاك. طيب لو هنعمل بقى ايه الكيو كلاس اوبريشنز. الكيو كلاس بتاعنا ايه الاوبريشنز اللي المفروض تبقى موجوده فيه؟ طبعا الكونستراكتور ده بيكونستراكت انت كيو، وكيو از انت ده بيرجع لنا ايه؟ بوليان. كيو از فول بيرجع لنا بوليان. كيو از انتي هيرجع لنا ترو لو هي فاضيه، مليانه هيرجع لو هي فاضيه هيرجع لنا ترو، غير كده هيرجع لنا فولس. كيو از فول لو هي اتملت ترو لو ايه كيو از فول. ان كيو بناخد هنا الاستراكت اللي احنا هنحطه جوه الكيو كبارامتر اد اليمنت ال اد ايه زي ايه دي كيو ريتريف وبتريموف من الفرونت. كيو فرونت دي بترجع لي الاليمنت الموجود في الفرونت من غير ما تمسحه من الكيو. كيو لينس بترجع لي كده عدد العناصر اللي موجوده من الكيو، اللي هي عدد العناصر اللي مليانه يعني فيها ثلاثه فيها اربعه، ممكن هي السايز بتاعها 50 بس عدد العناصر اللي فيها دلوقتي ثلاثه. طيب زي ما احنا كنا بنتكلم الكيو مي بي امبلمنتد از ايه؟ دايناميك اري. الكاباسيتي اللي هو الماكس سايز ده بيبقى انبوت بارامتر للكونستراكتور، الديفولت بتاعه 128. الكيو ويل بي امبلمنتد از تمبلت كلاس علينا ده الدوت اتش فايل اللي المفروض يبقى موجود عندنا. عندنا تمبلت كلاس ما عندناش غير حاجه واحده بس، حد كان بيسال المره اللي فاتت هو كلمة تمبلت كلاس ما بتاخدش غير اثنين، فهنا ممكن تاخد واحد بس اللي هو التايب اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو الداتا تايب. طب انا ممكن احط اي اللي هو الداتا الاليمنت بتاعتها. هو انا ممكن احط اي عدد من زي ما انت عايز زي ما انا عايز موجود مفتوح معايا. الكلاس هنسميه كيو تي، الببليك بتاعه الكونستراكتور كيو تي اللي هو انت اند اليمنتس ايكوال 128. وقلنا لو احنا عملنا الحركه دي معناها ان احنا بنقول ان ده الديفولت فاليو، لو ما اتبعتتش هياخد 128، اتبعتت هياخد الفاليو اللي انت بعتها. في عندنا تاني كوبي كونستراكتور اللي هو ايه؟ بياخد اري، فهنا بيعمل ايه؟ انا كاني عايز املى كيو بكيو تاني، فبياخد بارامتر كيو تاني علشان الاليمنتس دي تتحط في الكيو بتاعته. بعد كده الديستراكتور بنحط الويف دي وبعدين كيو تي بدل الديستراكتور بتاعي. الديستراكتور محتاج اعمل فيه ايه؟ الديستروي الليست او الاري اللي انا عاملها
تمام؟ علشان هي معموله دايناميك اري، فانا محتاج ان انا اعمل لها ديستراكشن. طيب عندنا بعد كده ان كيو بتاخد تايب، دي كيو بترجع تايب باي ريفرنس، ان كيو فرونت بترجع تايب باي ريفرنس، بس كونست معناها ايه؟ انها ما بتغيرش حاجه في الاري، الاري هتفضل سليمه زي ما هي. كيو از انتي، كونست برضه بترجع لي ترو فولس، كيو از فول كونست بترجع لي ترو فولس، انت كيو لينس بترجع لي رقم وبرضه كونست. عندي في السكشن بتاع البرايفت عندي حاجتين، عندنا التايب كيو، ايه تايب كيو بقى ده؟ تايب بوينتر كيو. ده من نوع من نفس نوع الكلاس، بيشاور يعني بيشاور على الـ دايناميك اري اللي احنا هنملى فيها الكيو بتاعتنا. ده هي الدايناميك اري، ده المكان، ده الاري اللي احنا هنشتغل عليها. وبعد كده عندنا فرونت ورير وكاونت وماكس. دكتور المتعلم بالاحمر ده معناه ايه؟ لا ده بس في الفيديو دكتور انا دي الحته بقى اللي انا وقفت فيها، اللي هو هنا، انا هنا في النقطه دي بقى انا هحط النوت في حاله اللينكد ليست، احط هنا في الكلاس ده دايناميك اري ده هنا. فلكن انا لو لما هروح اللينكد ليست انا هشتغل في هنا بقى. اه بالظبط، هتلاقي النود هنا. يبقى ده كده الهيدر فايل بتاعنا. طب لو حبينا نشوف شكل الفانكشن بتاعتنا، خلينا مثلا نشوف الان كيو هتبقى شكلها عامل ازاي. فهي تمبلت، تمبلت نيم تايب، ده التعريف بتاع الكلاس زي ما احنا ماشيين بيه على طول. بوليان كيو تايب ان كيو، خدت ايه؟ كونست. ليه كونست؟ البارامتر ده مش هيتغير جوه الفانكشن. خدنا تايب ريفرنس ايه؟ ايتم. ممكن نحط دي ايتم، ممكن تحط دي ريفرنس، ممكن نحط فانكشن، لان ده باس باي فاليو، احنا مش عايزين نغير دي. لو حطينا كونست ريفرنس معناها ان احنا بنقول ان هو مش هيتغير جوه. ما حطيتش الريفرنس، ما حطيتش الكونست، يبقى دي باس باي فاليو، حتى لو غيرتها جوه الفانكشن اللي هي بتنادي الفانكشن دي مش هيحصل لها، مش هتغير في الفاليو بتاعتها. تاني احنا حاطين هنا كونست 1% معناها ايه؟ باس باي ريفرنس، فمعناها ان الفاليو لو اتغير جوه هترجع بره، صح؟ نفس فكرة اللي انا موجودة معناها ايه؟ مش هتغير الفريق ده، مش هتغير جوه. فانا بقول انا هنا بسيط باس باي ريفرنس بس عامل كونست، فلو هو اتغير جوه مش هيتغير، هيديني هنا. طب عايز الغي الاثنين دول، لو لغيت الاثنين دول، لغيت الباس باي ريفرنس ولغيت الكونست، حتى لو انا غيرت جواها هيحصل ايه؟ مش هتغير برضه، مش هيحصل لها ريفليكشن. معلش يا دكتور ليه كونست؟ معلش يعني كونست عشان متباصي 1%، فدي كانها ايه؟ انت انت عايز تباصيها باس باي ريفرنس بس الفانكشن مش هتغير البارامتر اللي انت بعته. طب والهدف دي طريقه ودي طريقه، يعني انا عايز اوريكم دي ممكن تبعت حاجه باس باي ريفرنس وترجع وما تغيرش باس باي باي. تمام ماشي. طيب ان كيو هتعمل ايه على الاري؟ على انسرت فين؟ في الفرونت، صح؟ انسرت في الرير، انسرت في الرير، صح؟ ان كيو انسرت في الرير. طيب الكاونت بتاعنا ايكوال الاري سايز، الاري سايز ده اللي احنا فين بعتينه واحنا شغالين على الري، بيريتيرن فولس. طيب ليه؟ لو عدد العناصر اللي موجودين في الكيو هو عدد العناصر والسايز اللي انا حاجزه، يعني وانا بعمل كونستراكتور بعت 50، طيب الكاونت رجع لي 50، يبقى كده الكيو دي مليانه، في عدد العناصر 50 وانت كنت حاجز في الاول 50. طيب هنريتيرن فولس. غير كده الاري اوف تيل احنا هنسيرت فين؟ في اخر حاجه في الاند. حضرتك مش معرفين التيل دي، التيل ده موجود في الكلاس، التيل في الكلاس، متعرف في الكلاس. هو رير فرونت ورير وكام ماشي. array of tail equal item، يبقى احنا حطينا في الاري في المكان اللي اسمه تيل او رير اللي هو اخر عنصر موجود، حطينا فيه ايه؟ item اللي هو متباصي في الفانكشن بتاعتنا. وبعدين عملنا ايه؟ عملنا كاونت تيل equal tail plus 1 مود سايز. دي الكوشن اللي احنا شفناها في سيركل اراي، هي نفسها. طب تيل او رير بقى يساوي الرير بلس 1 مود
الري سايز اللي احنا عاملين بيه الري بتاعتنا، فبقى ايه لو هي 10 هيبقى 0، لو هي 11 وهكذا. وبعدين زودنا الكاونت بواحد، زودنا عدد العناصر اللي احنا حجزناها بواحد ورجعنا 2، احنا خلاص عملنا ان كيو. يبقى احنا عملنا ايه في الاول خالص؟ عملنا تشيك ان الري بتاعتنا مش مليانه، وبعدين عملنا ايه؟ حطينا الايتم، حطينا الايتم بتاعنا فين؟ في التين، في التين. وبعد كده زودنا الخطوه. احنا هنا عملنا ايه كده؟ دايما التين بيشاور على ايه؟ على عدد العناصر بتاعه الاري. على نوت فضله ممكن نقلل من الكلام ده. احنا لو انتوا واخدين بالكم احنا دايما الاري بيشاور على نوت فضله، عملت انسيرت وبعد كده زودت. ممكن نقلب الكلام ده، بس لازم ينعكس الكلام ده فين واحنا بنعمل دي كيو. اتفضل حضرتك. الفانكشن دي بتاعت الان كيو اللي هي تشبه الايه؟ ان كيو فانكشن نسبه كيو تشبه البوش نسبه الستاك، دي تعتبر void function مش void. احنا عاملينها void، هنستعملها void عاملينها void. انا مش فكرة ان عاوز اعملها void على حسب الديفينيشن الفانكشنالتي بتاعتها ايه، على حسب احنا عاملينها في الدوت اتش فايل ازاي. هنا هتعملها مش void ليه؟ شوفها في الدوت اتش. هنا هتعملها مش void ليه؟ علشان في ساعات هترتن فولس او الاري مليان. لو عملتها فويد هتعرف منين الاري مليانه؟ او ان السيرت تم ولا ما تمش؟ طب ما بعمل دي بتشيك ما هي الفانكشن عملت تشيك؟ فانكشن في البدايه تشيك لو كان الري عقل دي هتبقى كم تشيك المفروض يعمل ثرو. انا معاك هنخلي دي فويد تمام؟ وبعدين كده اللاين ده ليه لازمه؟ مش حاجه بس باينه. مش عارف هو هو هيشرح ايه؟ لا ما بيتناقشوا في هنا. كده السطر ده السطر اللي احنا واقفين عليه ده كده ده مش بيرتن فولس، ما عنديش حاجه ترتن فولس. مظبوط السطر ده مظبوط. اف كاونت ايكوال ايكوال اري سايز ريتيرن فولس، مش هيرتن فولس. ودي اعمل حاجه ثانيه حضرتك انسرت هو حضرتك بالنسبه للبروجراماتيك وايز لما بنعمل ديزاين للبرنامج ما بنعملش كده، بيتشيك لو في سايز بيكمل بيديه مسج هي تم اضافه او لم يتم الاضافه ويديله السبب. صح. اصلا الديفلوبر بيشتغل كده طول عمره. هتديله رساله؟ هتديله رساله عربي ولا انجليزي؟ اللي يعجب حضرتك حتى لو ياباني. لا مش اللي يعجبني، انت عامل كلاس جينيريك. كويس. الكلاس اللي بيستعمله ده عايز رساله عربي ولا انجليزي؟ دي هبو دي ولا وهو يرجع رساله كانت انسرت ايتم بعدين بس هو يرجع مش هو حد بيستعمل الكلاس بتاعك ده المنطقي. ده المنطقي انت انت بتنادي فانكشن بس فانكشن دي فيلد. انا بس بقارن الكلام ده بالنسبه للستاك مكان بيز على خلي بالك هنا بنتكلم دي انا عارفه والله كان كلاس من كوميشن ليست يعني الناس بس لو بتحب تعمل باي انلاك جاست يكون الفكره عامه عندها عشان تعرف تشتغل. هو ده علشان دي اري، فالاري ممكن تبقى فولس وترو. كويس. لو دايناميك اري او لينكد ليست، لو لينكد ليست ما في عندكش ترو فولس هتلاقي بترجع فويد. لان انت لا او في عندك حالتين، لو انت اوردر لينكد ليست ترجع ترو فولس، ترو فولس عملت انسيرت ولا لا؟ لان الرقم اللي انت بعته ده موجود او مش موجود. لكن لو هي بقى مش اوردر انا عايز انسيرت خمسه، هتنسيرت خمسه. هترجع فويد. يعني انت خلاص في كل الاحوال انت هتنسرت. لو ما عملتش انسرت هديك اكسبشن من الميموري بقى اتملت حاجه حصلت. لكن هنا انا عايز انسرت الكيو تسمح ان انا انسرت ولا لا؟ ترجع لك ترو فولس. حضرتك في حاجه بترجع فولس في البدايه. اه. تكمل في السيكونس ولا في الاخر برجع ترو. اخر سطر تحت بيرجع ترو. يا دكتور لما ترجع
كلاس بيقول لك هو عامل انسيت ولا لا. ما انت هتروح تعمل فانكشن ثانيه وحط الاستاك. يعني يا دكتور احنا ممكن ناخد الريترن بتاع الفانكشن اللي احنا عملناها نروح نعمل فانكشن ثانيه والفانكشن الثانيه دي هي تقول لنا بقى اذا كان عملنا كده او ما عملناش. يعني مثلا بنعمل فانكشن ثانيه فويل نحط فيها ايه لو رجع لك من بارامتر بالفانكشن دي. بصوا يا جماعه ده ايه عايز انت هنا بنشرح داتا ستراكشر. انت عايز تبرمج بشكل معين برمج بالطريقه اللي انت عايز. عايز الكلاس ده بيعمل حاجه خالص اعمله مش مشكله. بس لما تيجي تعمل الداتا ستراكشر نفسه هتعمله بالطريقه اللي انت عايزها. بالظبط. طيب هنعمل بقى ايه لينكد كي. هنا الكلاس بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه ده لينكد ليست. فاحنا ما عندناش ليميتيشن اللي في السايز زي ما كنا شايفينه في الاري. فهنا عندنا كيو بقى ايه كان بي المتد از linked structure require more space than array. هتفكر ليه؟ معلش يا دكتور ما ركزتش مع حضرتك السؤال. ليه linked queue عايزه space اكتر من الاري؟ علشان عشان في linked عشان مش كده صح؟ الاري حاطط السايز ايه؟ داتا بالظبط كده. عشان كل نود فيها حاجتين فيها داتا ونكست. فانت عندك كل نود بتشيل ادرس للنود اللي بعدها. لكن بالنسبه للكيو ما عندناش غير ادرس واحد بس اللي هو اول عنصر وبعد كده نقول اكس بلس 1 بلس 2 بلس 5 وهكذا. في اللينكد ليست احنا عشان نوصل للعنصر رقم 5 لازم نمشي من هيد نكست 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 نكست. فاحنا معانا ادرس لخمس اماكن فعلشان كده هي بتاخد سبيس اكتر من الاري. بس هي مور فليكسبل ان سايز. ليه؟ احنا عايزين 5 بنزود 5 لكن في الاري احنا عملنا السايز بتاعنا 25 محكومين ب 25. هو دكتور يعني الكيو دكتور اصلا هي لينكد. بس يعني هو الاري ده معناه ان في اليمنت لينكد ببعض او في لينكد ببعض صح؟ ده معنى كلمه اري. لا الاري معناه ان العناصر مصفوفه ورا بعضها. ايوه ما هو السايز بتاعها انت حددته في الاول خالص في الكونستراكت. ماشي ماشي دكتور ده الاري. لكن هو الاري اصلا كداتا ستراكشر هو عباره عن نودز مربوطه ببعض. نودز ورا بعض مش مربوطه ببعض. لا يعني انا ازاي اسمها بلوك اوف ايتمز هم كلهم كده محجوزين في الميموري ورا بعض. يعني انت عايز اري في خمسه ورا بعض. ورا بعض ليك الليست. لا انت في المكان الفاضي بيتالوكيت. يعني عشان كل مره عشان توصلها لازم تعمل بروسيسنج عشان توصل لنود. كل مرة بندينا يعني إتاحة أكتر في ال عايز أحجز وأحجز على قد ما الميموري ما تديني ما عنديش مشكلة. تمام؟ بوينترز أبليتد هو الفرونت للكيو ورير للكيو. طيب وهنعمل الكلاس ده نفس الكلاس اللي إحنا شفناه بس هنعمله على اللينكد ليست. فإحنا هنشوف الأول الكلاس اللي هو اسمه نود. في عندنا بابليك اللي هي تايب ده اللي هو الستاك اليمنت اللي احنا عايزينه والنود في نكست تايب. وبعد كده عندنا نود بوينتر دي اللي احنا شغالين عليها. عندنا فرونت وريل. طيب وعايزين نعمل انكيو هنعمل ايه؟ مين يقول لنا الانكيو هتبقى عامله ازاي؟ انكيو احنا بننسرت فين؟ ريل. هنحط واحد جديد يبقى نحطه في الاخر الاخر يبقى ريل. طيب هتشتغل ازاي انسرت؟ نود مربوطه ببوينتس دي ايه؟ في الاول خالص هنعمل نود جديده. ده طبيعي اول حاجه خالص هنعمل النود الجديده بتاعتنا. النكست بتاع النود بتاع الريق هو النود الجديده اللي احنا عملناها. وبعدين هنساوي الريق للنود اللي احنا حطيناه. طيب هنعملها ازاي؟ في كيو خدنا الايتم الجديد نود بوينتر بي نيو ايكوال نيو نود. عملنا نود جديده البي نيو ار اي ايكوال الفي اللي هي مربوطه كبارامتر للفانكشن. بي نيو ار نيكست ايكوال نال لان النيكست بتاع اخر نود اللي هو الرير نال. رير ار نيكست هو ايه؟ البي نيو. والرير بعد كده بيساوي البي نيو. يبقى احنا حطينا نود جديده خلينا النيكست بتاعها بنال خلينا الرير يشاور على النود الجديده وبعد كده خلينا الرير او اللي هو رير ار نيكست يشاور على النود الجديده علشان نوصل او نكمل السلسله بتاعتنا. عفوا يا دكتور بعد اذنك نفس الفانكشن بتاعت انسيرت ان بالنسبه للينكد ليست. ايه؟ نفس الفانكشن هي انسيرت ان بتاعت لينكد ليست. هي اه ما هي علشان كده اسمها
linked list queue based على linked list. تمام؟ هنا زي ما احنا شايفين احنا عملنا الخطوة اللي هي re or next equal new علشان ايه؟ علشان نربط النود الجديدة اللي احنا عملناها بآخر بآخر نود كانت موجودة. قلنا re or next اللي هو الجزء الرمادي ده بيساوي او بيساوي الادرس بتاع النود الجديدة اللي احنا عملناها اللي هي ال new. بعد كده قلنا ايه؟ ان ال re خلاص بقى يساوي ال new فكده الادرس بتاع البينيو اتحط جوه الريل يبقى كده ده المكان بتاع الريل. تمام؟ حد مش فاهم؟ انا كده واحد استنى يعني كاونت مش عايز كاونت مش عايز ماكرو سايز مش عايز بالظبط مش عايز اي حاجه. طيب دي كيو بنشيل منين؟ الفرونت هخليه سوا على الفرونت. طيب هنعمل ايه؟ الفرونت هخليه سوا على الفرونت اللي بعده وبعد كده هشيل الفرونت ذات نفسه بالظبط. لا هربط ان انا هشيله ده بوينتر. تمام يبقى دي كيو احنا عندنا البارامتر بتاعنا باس باي ريفرنس خدنا ال في ايكوال الفرونت ار في اللي هو في الجزء الازرق اللي موجود عندنا هنا كيرسر ايكوال فرونت الكيرسر هيساوي النود في عندنا بوينتر يشاور على النود اللي احنا عايزين نقف عليها هنا وبعد كده الفرونت ايكوال فرونت ار نيكست يبقى الفرونت بدل ما يشاور على النود دي هيشاور على النود اللي بعد كده وبعد كده ديليت كيرسر اللي هي النود الاولانيه وده الترتيب اللي احنا عايزين نمشي بيه. عفوا بس طبعا اتفضل. طب انا بعمل ديليت بخلي الكيرسر بيشاور على النود اللي انا عايز اعملها فيه صح مظبوط. انا ليه محتاج ابعت باي ريفرنس الفاليو بتاعت الديليت عشان ارجعها هترجع ازاي؟ هترجع ازاي؟ انا عايز اعمل ديليت ولا عايز اعمل ريتريف؟ بس بعمل دي كيو انا عايز اجيب اخر قيمه او القيمه بتاعت العنصر اللي موجود في دي صعبه جدا عايز العنصر مش عايز امسح الخلاص. حضرتك بالنسبه للفانكشن بتاعت الستاك ما بعمل بوب ما بحتاجش زي محتاجه في حاله الريتريف ده البوب في حاجه عملت كده لا ما انا احنا بنطلع قيمه ممكن هتلاقي بتريتر دي كان ممكن طريقه احنا كنا عارضين بيها انها الريتيرن تايب بتاعها هو التايب نفسه فممكن يا اما تعمل الريتيرن تايب للفانكشن يا اما تعملها باس باي ريفرنس كبارامتر دي طريقه ودي طريقه زي ما انت عايز. طيب الكلاس بقى بتاع اللينك ليست هيبقى عامل او الستاك على الكيو على اللينك ليست هيبقى عامل ازاي؟ نفس الكلام هيعمل لنا كلاس كيو ال التاني كان اسمه كيو بي بابليك كيو ال ده الكونستراكتور الاستراكتور وبعد كده الكيو ودي كيو هنا دي كيو فويد وبترجع لنا باس باي ريفرنس تايب ريفرنس ترجع لنا ادرس بتاع النود يعني او باس باي ريفرنس يعني كيو فرونت فبترجع لي بس هي فانكشن كونست معناها ايه؟ مش هتغير الكيو كيو لو فيها خمس عناصر بعد ما اعمل كيو فرونت هتفضل فيها خمس عناصر كيو از انتي هترجع لي ترو فولس هترجع لي لو هي فاضيه كيو لينس هترجع لي انتجر هترجع لي عدد العناصر اللي موجودين فين في الكيو تايب. طيب وبعد كده البرايفت بتاعنا اللي هو النود بابليك تايب اي نود ونكست تمام وبعد كده عندنا الفرونت وعندنا رير وانت كاونت واحنا هنحتاج انت كاونت دكتور كاونت عشان اعرف عدد العناصر اللي موجوده طيب لو عايزين نشوف الكود بتاع الكيو هيبقى عامل ازاي ادي الجزء الخاص بالتابلت زي ما هو void وبعد كده كيو اوف تايب وبعد كده كلمه الفانكشن اللي هي كيو تايب في هنا ده مش باس باي ريفرنس عشان احنا بناخد الفاليو هنعملها انسرت جوه الكيو مش محتاجين نرجع باي فاليو من الفانكشن. طيب الكيو قلنا اول خطوه هنعمل ايه؟ هنعمل نود جديده فعملنا نود بوينتر اللي هي كلمه نود استريك زي ما انت عايز الاثنين زي بعض يعني ان انا تايب ديف لو فاكرين اهي تايب ديفاين تايب ديفاين نود بوينتر نود كلمه نود بوينتر فلما نيجي نكتب او لما تيجي تشوف في اي حته كلمه نود بوينتر معناها ايه؟ هو المنظر ده تمام. طيب نود بوينتر بي نيو ايكوال نيو نود وبعد كده بي نيو ار اي ايكوال بي اللي هي اللي مبعوته هنا كبارامتر بي نيو ار نيكست ايكوال نال ليه؟ عشان احنا بنسيرت فين؟ ان كيو بنسيرت فين؟ في الرير فاخر حاجه بعدها ايه؟ دايما بنال مش حاجه فالنكست بتاع البي نيو بنال وبعد كده بنشوف ايز اي كيو الحاجات دي يا دكتور كلها انا هعملها بنفسي؟ اه طبعا
ده الكود بتاعك. اف كيو اس ان تي ليه بقى؟ هنعمل ايه؟ هنحط الفرونت ايكوال بي نيو والرير ايكوال بي نيو. ليه؟ لو الليست فاضيه، لو الكيو فاضيه يبقى ده اول عنصر، يبقى الرير والفرونت بيشاوروا على اول عنصر. غير كده هيبقى ايه؟ ده في الكلاس ده في الكلاس بتاع اللينك الكيو، ده الامبلمنتيشن كلاس بتاع الكيو، السي بي بتاع ده، السي بي بي بتاع الكيو ان، ده مش في المين خالص. يعني اقدر اقول لما اجي انا هطبقه عملي بعمل الكلاس واعمل كل حاجه فوق المين؟ لا، عايز تعمليه فوق المين ماشي، بس احنا عاده بنعمل كلاس وهيدر فايل. تمام، الكلاس ده فيه الهيدر فايل، فيه الديكلاريشن اللي هو زي ما احنا شايفين كده، اللي هو كلاس ال بابليك برايفت، يعني اكتبه في اي حته عادي، مش اي حته، فايل بتعملي فايل جديد اسمه دوت اتش. اول مره تاخد معانا سي كلاس كلاس. دكتور احنا لحد دلوقتي ما دخلناش معمل ولا مره. احنا كده يعني كده دكتور هخلي لكم معمل هنا والسكشن اللي هو الاونلاين، بس احنا عايزين نضغط كذا معمل علشان نلحق. حضرتك معانا مفيش محاضرات اونلاين، معلش. لا انت كده هو دكتور المفروض بقى انا لما كده هتزعل الناس كتير. لا 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 انا هزعل انا كمان. لا ممكن نخلي المعمل بقى الساعه 4 وزي ما انت عايزين، الساعه 5 نريح 5 محاضره تبقى مغيب يبقى يوم ثاني بقى المعمل. يعني يا دكتور حضرتك مش هتدينا محاضرات ثاني ليه يا دكتور؟ احنا زعلنا حضرتك في حاجه؟ لا خالص دكتور، المعمل اللي يبقى يوم ثاني عشان خاطر ما نجيش يوم الثلاثاء. المعمل يبقى يوم ثاني عشان ما نجيش يوم الثلاثاء. عندك يوم ثاني فاضي؟ خميس. لا خميس، الخميس هيبقى في سكشن. ومش عايزين صح؟ بلاش. لا والله خلي كله اونلاين. لا يا دكتور المعمل مش هينفع. ليه اونلاين؟ المعمل مش هينفع. يا دكتور احنا عايزين محاضرات مع حضرتك. يا دكتور انا مش عايز انا محاضرات اونلاين دي، انا هاجي لحضرتك المكتب بقى لوحدي خالص. يعني حضرتك تروح لوحدها؟ انا عايز اتحرك. لما نخلص دكتور المفروض في محاضره النهارده، في يا دكتور انا اونلاين ده ما بفهمش منه اساسا، بقعد اعيد مره واثنين وثلاثه. هو دكتور المفروض بقى اللي انا بيحصل انا لما انا يبقى عندي مثلا برنامج حقيقي ساعتها، انا لما اجي هيبقى عندي هيبقى حد باعت لي بقى الاي بي اي بتاعه الداتا ستراكشر بتاعتي وابتدي ان انا استخدمها او الكود بتاع يعني الفايل اللي انا استخدمه ده على الداتا بتاعتي الاساسيه على طول. حتى عامل برنامج سي بلس بلس قبل كده؟ انا عملت كتير. جميل، البرنامج اللي هو سي بلس بلس ده حد حاطه فيه سترينج قبل كده؟ ايوه صح. السترينج ده عملت ايه عشان تحط هاشينج بلس سترينج؟ حلو قوي، دي اسهل حاجه صح. السترينج ده بقى مين اللي كتبه؟ هو موجود عندها اصلا، موجود عندها ايه بقى لما كتبت السترينج ده عملته كتب الكلاس اللي هو اسمه ايه؟ خطيره خطيره سي بلس بلس، صح الكلام؟ علشان لما اجي اكتب انا المين بتاعتي وعايز استعمل سترينج بقول ايه؟ هاش الكلود سترينج دوت اتش، واعمل بقى سترينج واعمل زي ما انا عايز. صح، اللي احنا عايزين نعمله احنا هنعمل برده ليست كيو دوت كيو ال دوت اتش، واعمل هاش الكلود في الملف بتاعي اسمه ايه؟ ماي لينكد ليست ماي كيو ماي ستاك في المين بتاعي واشتغل عليه. لا هو انا قصدي دكتور حاجه، انا دلوقتي لما انا عايز اعمل مثلا حاجه اللي انا هعملها دي تبقى شبه اللايبرري اللي احنا جينا حطيناها. هل انا ينفع عملتها كده؟ خلاص هي كده بقت لايبرري. دكتور تمام. نعم دلوقتي حضرتك بتقول الفرونت والرير او الفرونت ايكوال الرير في اول عنصر. لو مش ده نفس القصه لو في اي عنصر ثاني هيبقى امتي؟ لو هي فاضيه امتي لو في اي عنصر ثاني مش اول عنصر الاول خالص لان الكيو از انت لو الاثنين ايكوال بقى يعني البرومبت ايكوال للريل المفروض ده هيبقى انت والكيو خالص بس هيبقى اي عنصر اي عنصر ازاي دي هنا مش دايره دي خفض منوره
انسرت هنسرت في الاخر هنشيل كده على سنه انا عايز اعمل دي كيو افضل ادي كيو ادي كيو ادي كيو لغايه لما يبقى في عندي نقطه واحده صح ما هي نقطه واحده يبقى كيو ساعتها يساوي يبقى كده لا يبقى كده الهيد او كده الرير والفرونت الاثنين بيشاوروا على اول نوت اول نوت مفيش غيرها صح جيت زودت نوت ثانيه احرك الرير خطوه جيت زودت نوت ثالثه احرك الفرونت انا مش معنى سوري لو اتحرك الفرونت بقى ايكوال نفس ال دلوقتي عندنا المنظر ده عندنا ثلاثة دي فيها كام واحد اثنين ثلاثة أربعة صح؟ دي فيها أربعة عناصر دي فيها أربعة عناصر في عنصر واحد مشكلة فيها برضه عنصر واحد مش امتي فيها عنصر واحد امتي يعني فاضية خالص ما فيهاش أي حاجة خالص لكن أنا بنشيك فين؟ انها احنا بنشيك الاول انها مش انت فعشان كده قلنا ايه if q is empty دي اول حاجه لو الكيو فاضيه هنعمل ايه يبقى الفرونت والرير وكذا كذا كذا يبقى كلهم الفرونت والرير هي اول نوع ليه انا هنعمل انسرت على كيو فاضيه اتفضل قلت انه هو مش ده اصلا اري ده مش اري احنا ده لينكد لينكد ليست امبليمنتيشن على الكيو ده كده اللينكد ليست عشان قلنا كده يا جماعه بس احنا لما جينا عملنا امبليمنتيشن وعملنا احنا عملنا بوش يعني للداتا ما عملناش بريك ليست امبليمنتيشن ده انت كنت مش معانا من فتره عشان احنا الكلام ده كان هنا خالص بص قد ايه بص انت كنت سرحان معانا من اول هنا وبعدين جينا احنا قلنا هنعمل ايه لينك كيو فصلنا الكلام قلنا هنبدا يا جماعه من اول هنا نتكلم على ازاي نعمل الكيو عن طريق اللينكد ليست ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه سلايدز بنتكلم على اللينكد كيو تمام ماشي فاحنا هنا بنشك انها الكيو فاضيه طب لو هي فاضيه يبقى الفرونت والرير يساوي النود الجديده طب لو هي مش فاضيه يبقى هنحرك الرير بخطوه تمام وهنخلي النود الجديده النكست بتاعها لنالد ونزود الكاونت 1 طيب الكيو مين اللي تشيك على الكيو كل يوم عكسه بس هتشتغل عليها فاضيه دي اشتغل على الفرونت كده 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 هيمشي يبقى المفروض نعمل ايه مش تفرق فاضيه او مليانه وي الكيو هي لو كانت فاضيه من النوع نود بوينتر لو الكيو از امتي سي اوت كيو از امتي طريقه السي اوت الس هنعمل ايه في اللي هو اللي احنا هنعمل له دي كيو ايكوال ايه فرونت ار اي خدنا اول عنصر موجود او الفاليو او الداتا الموجوده في الفرونت حطيناها في الفي تمام هنا وبعد كده خلينا الكيرسور ايكوال فرونت خلينا الكيرسور مشاور على الفرونت اللي احنا هنشتغل عليه وبعد كده حركنا الفرونت خطوه فقلنا الفرونت ايكوال فرونت ار نيكست وبعد كده هنعمل ايه ديليت كيرسور وبعد كده قللنا الكاونت واحد لان عدد العناصر اللي احنا شايلينها نقصت بواحد فقللنا الكاونت بواحد فاحنا كده عملنا ان كيو وعملنا دي كيو طيب هل في حاجه غير كده المفروض انها كانت تتعمل كان عندنا ايه مفيش على دول عشان هي زي احنا قلنا بالنص مش هنعرف نعمل لو كاونت ايكوال 0 هترتيرن كاونت ايكوال ايكوال 0 فهو لو كاونت ايكوال 0 هترجع لي ترو يبقى هي انت كاونت مش ايكوال 0 يبقى فولس يبقى هترجع لي فولس هو ده الشغل سايز هترجع لي ايه ريتيرن كاونت مش هتعمل اكتر من كده هو احنا بقى دلوقتي كل مره بنديليت تمام طب احنا دلوقتي هنستخدم الديستراكتور هنستخدمه امتى بقى يعني دلوقتي خلاص الكيو دي كان فيها 50 عنصر ماشي وعايز مره خلاص مش هي كيو ولا دي كيو
يعمل ايه؟ ديليت كيو عرض. ديليت ازاي؟ هنعمل فيه وايل لوب، والوايل لوب دي هنعدي بقى كلها على هنعدي بقى وايل لو هو سهل خالص، لو هي مش فاضيه، لو هو مش فاضي كمل لحد ما تفضى ساعتها هيطلع بره. صح، نود باي نود. ازاي ديليت نود باي نود؟ ازاي هعمل بوينتر اشاور على الفرونت وهمشي لحد ما البوينتر تمام. وبعدين قول هواي انه ليست از نوت انت بيعمل يعني ممكن زي دي يا دكتور، بس خلي كاونت بلس بلس كاونت صح، يبقى دي كورس كل مره بلس بلس تمام زي دي بالظبط. بس بالظبط كده، يبقى ممكن ابسط حاجه وايل من الكاونت ميت ايكوال زيرو دي كيو صح. يبقى الكاونت كل مره عندي كيو الكاونت هيتعصب او كانت ام بي سي يعني فرخالي. هي وايل الكاونت نوت ايكوال زيرو، عدد العناصر بتاعنا مش نوت ايكوال زيرو، خلاص هتعمل ايه؟ عندي كيو سطر واحد كل مره هنعمل دي كيو. يبقى الكود ده كتبناه مره عملنا بيه ميك ليست انتي وعملنا بيه دي كيو، ما عملناش اكتر من كده. طب والجزء بتاع الدستراكتور ده انا هقدر ادي امتى؟ جوه المين بقى، عند المين زي ما نقولش المين طبعا ما بندوش في المين. طب الدستراكتور ده بيتنادى لوحده. طيب انا بقى هحتاجه امتى بقى ساعتها؟ هحتاجه امتى في المين لما انا عايز افضيها كلها؟ تمام، انت مثلا عملت فانكشن اسمها initialize كيو تمام، عملت فيها كيو جديده وحطيت فيها 10 values والفانكشن دي خلصت. ايه اللي بيحصل؟ الدستراكتور بيتنادى لوحده. الدستراكتور بيتنادى ساعتها لو عايز تنادي الدستراكتور ممكن تنادي الدستراكتور، بس انت هو الدستراكتور ولو انا ما حطيتش اول ما السكوب يخلص، ولو انا ما حطيتش جواه كود فهو كده هيتنادى على الفاضي، يبقى كده مش هيعمل اي حاجه لسه هتبقى موجود. الدستراكتور دوت ده ما ينفعش ولا ما ينفعش. الدستراكتور ده مع الدستراكتور مع الاثنين، الدستراكتور للكلاس. ايوه، بس الكلاس اللي احنا عاملينه يا اما بيز على الاري يا اما بيز على الانفيست. لو بيز على الاري فهي لازم نديليت الدايناميك اري بايه؟ ديليت والاقواس واسم الاري. فده سطر واحد هنكتبه هنا، هو ايه سطر او سطرين، هو ايه وايل كاونت نوت ايكوال نال دي كيو. يعني الدستراكتور ده بيتنادى في حياتي انا خلصت الفانكشن اللي انا لا خلصت الكولينج السكوب بتاع الفاريبل اللي انا عامله من يعني مثلا عامل اصلا هيخلص عامل اوبجكت من الكلاس اسمه ال، فانا ال ده خدت منه اللي هو الانيشاليز للليست دي تمام. فبعد ما خلصت الانيشاليز للليست ساعتها الدستراكتور ده هيتنادى عليا على طول. هوريك انا دلوقتي حاجه، هو اصل فكره الدستراكتور دي على طول كانت بتلخبطني، فانا مش فاهم هتستخدم ازاي. دلوقتي احنا عندنا في حته الماء عملنا الايه وانا لسه دوب بخرج بره النطاق المحاضره، بس فعلا الحوار ده كان بيلخبطني يعني. بس والله كويس صوتك صوتك كده. جينا هنا كتبنا هاش الكيو اللي ايه؟ حطينا الكلاس بتاعنا اللي هو اسمه كيو ال اتش تمام؟ ده البرنامج بتاعي، هعمل ايه؟ انت مين تمام؟ هنعمل المين فانكشن تايب. المين فانكشن تايب هيبقى فيها ايه؟ يبقى فيها اوبجكت من الليست اللي هو اسمه كيو ليست ده كيو ال ماي كيو ماي كيو ايكوال ممكن نعمل بوينتر هنقول ده بيساوي ايه؟ ماي كيو كده. احنا لدينا كونستراكتور اللي هو احنا عاملينه فوق اللي احنا كاتبينه فوق. طيب هنيجي بقى نشتغل نعمل اي حاجه، هنعمل ماي كيو دي ماي كيو ارو ام كيو ماشي، وانا سيرك الخمسه. بس انا دكتور بس ممكن تكبر الزوم بس. ايوه كويس، عملنا ام كيو تمام، عملنا كذا ام كيو ماشي. طيب بدل ما هي دي فانكشن مين هنسميها فانكشن ايه؟ ماي
الفا تمام بس كده عملت فانكشن اسمها كده هنيجي هنا دي كده عملت فانكشن هاجي اعمل فانكشن تاني اسمها انت مين دي اللي هي الفانكشن المين العاديه تمام هنادي فيها ماي فانكشن تمام طيب يبقى كده دلوقتي عندي الفانكشن اللي هي انا عندي فانكشن اللي هي اسمها انت مين بتنادي على فانكشن اسمها ماي فانكشن طيب ماي فانكشن دي نادينا فيها الكونستراكتور بتاع الكيو كلاس اللي احنا عملناه وعملنا شويه انسرشن تمام طيب الانسرشن دي معناها ان في نودز جديده حصل لها كريشن في الميموري صح الكلام طيب بعد الكونستراكتور بقى يتنادى امتى لو سمحت يا دكتور هو انا كاتبه ليه ثلاث مرات ماي عملت انسر ثلاث مرات ليه عملت كيو ثلاث عملت كيو زي ثلاث مرات اربع 10 مرات اي حاجه بجرب يعني بملى الكيو عشان ما تبقاش فاضي تمام ف الديستراكتور هيتنادى امتى امتى انادي الديستراكتور طبعا الكونستراكتور انا عارف ان هو بيتنادى لما عملت النيو الديستراكتور بقى يتنادى امتى بعد ما الاقواس اللي هي دي كده اللي بتعرف فيها ايه اللي بتعرف فيها الفانكشن بتعرف فيها الفاريبل اللي اسمه ماي كيو السكوب بتاع الفاريبل ده هيخلص بالاقواس السكوب بتاع الفاريبل اللي هو اسمه ماي كيو هيخلص بالاقواس دي هيحصل ايه باي ديفولت هينادي على الاستراكتور وهينادي على كل الكود اللي جواه لو الكود اللي جواه فاضي خلاص يبقى انا كده هيفضل عندي 3 نودز موجودين في الميموري ما حدش هيعرف يوصل لهم تاني غير لما اعمل ريستارت للجهاز كله عشان مستني ايه ده عشان اللايف سايكل يعني ماشي هو عشان اللايف سايكل طيب لو الاستراكتور بقى فيه ديليت اللي هي زي ما كنا قلنا دي كيو يبقى هينادي دي كيو ثلاث مرات هنا كده ويفضي في حاله ان انا استخدمت الماي فانكشن دي في حته ثانيه تحت هيعيد ثاني حاجه الماي ماي كيو دي بتعرفها فين بتعرفها جوه ماي فانكشن ايوه فكل ما بناديها هو بيعمل واحد جديد كلهم مش شايفين بعض هيفضل يشتغل في واحد هيشتغل واحد جديد لو انا حاطط التعريف ده كله في المين بقى ساعتها نفس الكلام خلاص يبقى مش هيتنادى الاستراكتور لما المين تخلص ولما انا مثلا هقول ان ال ده مثلا انا اللي هو الماي كيو ده نزلت استخدمته في حته تحت يعني انا استخدمته في حته تحت لوحده هيتعمل من تاني جوه الفانكشن جوه لا انا جوه الميل فساعتها يعني لما انا اجي بعد ماي فانكشن دي اعمل ماي كيو تاني عادي مفيش مشكله محدش هيقول لي لا يعني انا لو خدت الكود ده كده زي ما هو كده وجيت هنا عملت كده ينفع ولا ما ينفعش ينفع تمام اه ينفع ولا ما ينفعش بعد ما يعمل الاستراكتور للفانكشن بعد المين او بعد ما نخلصها بعد كده يبتدي تاني لوحده جديده ويعمل قبل ما يعمل السكوب بتاع المين هيمسحه يعني لو عملت استراكشر لو عملت استراكشر اللي انا همسح الاثنين دول فهو هيمسحهم ومجرد ان انا جيت تاني اول ما اخلصه هيمسحهم تاني ماشي دكتور قول تاني الاستراكشر اللي هيحصل في السكوب الفانكشن بعد ما تمام هو السؤال هو الاثنين فانكشن نفس الحاجه ماي فانكشن دي هتتنفذ اللي هو الجزء اللي فوق وبعدين اللي تحت ده اصلا ده جوه المين هتنفذ مرتين الفانكشن يعني الكود ده في الاول ينفع يتكتب ولا ما ينفعش يدينا ايرور لا الكود اللي تحت ده ولا اللي فوق كده الكود كل اللي موجود ده لا ينفع ما فيهوش مشكله ليه عشان اصلا في كيو دوت اتش اللي هي انا عاملها مش بتكلم على الكيو دوت اتش دلوقتي عندنا فاريبل اسمه ماي كيو وفاريبل تاني اسمه ماي كيو ايوه عشان ده السكوب ده موديفاير عشان السكوب ده هو كده ماي كيو دي متعرفه في السكوب اللي هو من اول من السكوب بتاع انت ماي فانكشن من اول ده خلاص صح لغايه ده لحد هنا بس فكل ده
كل ده هو السكوب بتاع نوت برايفت يعني. اول ما السكوب ده يخلص علشان ده كلاس باي ديفولت الديستركتور بتاعه هيبقى باي ديفولت غير ما اعمل حاجه زي الجاربج كوليكتور بتاع دوت نت كده اللي هو بيناديه كل شويه. هنا نفس الكلام السي بلس بلس باي ديفولت اول ما السكوب يخلص بيروح ينادي الديستركتور بتاع الكلاس. تمام. طيب هنا بقى ايه اللي حصل؟ ده كده السكوب كاني جيت هنا ورحت فتح كده برانش كبير وحطيت فيه الكود ده هنفذه واحده 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 لغايه لما القوس يخلص السكوب يخلص هنادي الديستركتور. جيت بعد كده هنفذ كود تاني دي مش هتفرق مع الكومبايلر بقى دي اسمها ماي كيو اسمها حسنين مالوش دعوه هي انت عملت فاريبل جديد بسكوب جديده سميته ماي كيو براحتك سميته اكس براحتك. لما السكوب بتاع المين يخلص هنا الديستركتور برضه بتاع ماي كيو ده هيتنادى تحت. يعني انا بقى هعمل الفانكشن دي بحيث ان انا ما اخليش فيه بروسس كتير عشان افضل لحد يعني لما خلاها في لما كتبت ان هو المايك يجي كده بره في الميل لوحدها فدي راح يبقى في بروسس هيستنى لحد ما انتقل من المين خالص العكس عشان يعمل ديستركتور. ماشي يبقى انت كده تستنى لغايه لما المين تخلص عشان ديستركتور يبقى كده فكده في بروسس صح يعني. يبقى كده كده احسن انت عملت الكود في فانكشن فلما الفانكشن بتاع يخلص يخلص يبقى كده خلاص ديستركتور. دكتور هو يعني دلوقتي لما بيوصل عند الاند الاند القوس الاخير يعني كويس باي ديفولت بكل الديستراكتور تمام. طيب في الحاله دي امال ليه بنكتبها اصلا علشان نكتب هيتعمل فيها ايه؟ انا لو سبته فاضي انا لو سبت الديستراكتور فاضي هيحصل ديفينيشن مش عامل حاجه وانا كان كل مش هيديليت لكن انا لما بقول الكود ديستراكتور ده ديليت النودز مش هو كده كده باي ديفولت بيعملها بيناديها بيعمل اللي جواه بقى اللي انت لكن مش بينفذها بيناديه بس هو فاضي اه يعني انت حطيت الكود بتاع الديستراكتور ده مفيش حاجه. طب ما هو باي ديفولت فيه كونستراكتور لا اي كلاس فيه كونستراكتور تمام بس الكونستراكتور ده لو انت مش حاطط فيه كود هيبقى فاضي يبقى انت مش هتنيشلايز اي حاجه تمام. لكن انت في الكونستراكتور بتنيشلايز بكذا كذا كذا نفس الكلام في الديستراكتور بتحط الكود اللي انت عايزه يتنادى باي ديفولت لما الديستراكتور يتنادى لازم تعملها كده اه لان انت عارف النودز اللي اتعملت انت عارف عملت الوكيشن ازاي انت يعني احنا قررنا نعمل ديليت بدي كيو تفضل مكان الثاني يعمل فانكشن لدي كيو فتفضل مكان البروسيس الثانيه ايه يعني تفضل مكان البروسيس الثانيه بالظبط كده. وانا كان كل اللي واقف معايا اللي هو امتى الديسكريتور هينتهي فحضرتك رديت عليا اللي هو هينتهي مع انتهاء المين ده مع انتهاء مش هنا المين هنا انا بتكلم على تحت بتكلم على الجزء اللي تحت هينتهي مع انتهاء ما انا ده كان كله فانا عمال افكر هو انا طب ما انا امتى كده اتندى وكده انتهى فانا فهمت الجزئيه دي يعني الديستركتور بيشيل الداتا ويمسح كل حاجه كل حاجه حتى بيشيل هو الديستركتور بيمسح. طيب كيو فرونت هتبقى شغاله ازاي؟ نفس الكلام اف كيو از امتي يبقى سي اوت كيو از امتي الس في ايكوال فرونت ار اي بنرجع بس القيمه اللي موجوده في الفرونت ار اي ورجعناها لباس باي ريفرنس ما عملناش اكتر من كده تمام. دي كده اخر حاجه عايزين منكم بقى ايه حد عمل الحاجات اللي احنا كنا طالبينها المره اللي فاتت حاجه بعد كده دي فويد ايه هي الحاجات كده انت مطلوب عايز يعمل ليه بقى دي فويد مين عشان هنا الجهاز ده بنرجع في البارامتر هنا عايز يعمل ميز بالستاك وبص هنا ان كيو فويد مش بوليان احنا بنسيرف ما عنديش مشكله المهم هو عايز اسمع انا مش هرجع لي ترو فولس مثلا السايز ابقى مليان فترجع لي فولس لا في كل الاحوال اعمل انسيرف لا هنا انسيرف هنا مش هنا بقى ما فيهاش تمام. اوكي انا احتاج منكم امبلمنتيشن للكيو بالسيركلر اري والامبلمنتيشن للكيو كليك ليست تمام. لو حد يعني عايز تبعتوها بعد كده كل حاجه المره الجايه هو سؤال وفاضي على كده هو احنا اصلا عندنا عمل مفيش عمل صح يعني الحاجات دي كلها اصلا بتتوصل الحاجات دي معموله علشان تتدربي تعمليها بايدك بالظبط بالظبط. جبت حاجات من قبل كده في اشياء حاجه عادي مفيش مشكله. طب والكويس يا دكتور ده مش الكويس ده بونص يعني الفاينل يومين فاينل يومين بس يا دكتور طالما ما فيش اعمال سنه البونص ده بيفيد ازاي؟ يعني انت
95 زودك 5 انت بقى انت هلا دكتور اللي يجيب 100 يجيب 100 خلاص انا حليت 100 بس ربنا يسهل. طب يا دكتور دكتور ما تدينا شويه بونص كمان كده. بالظبط شويه بونص دكتور. والله ما اعرفش هو تعالى دكتور خلصت دكتور ممكن خلص فعلا خلاص يا دكتور طيب كده ولسه موجود على الفيسبوك دكتور طيب ايه سؤالك انا دكتور بعد اذنك تسلم طالما في معمل اوف لاين في امكانيه يكون في معمل قلنا فيس تو فيس عشان تجربوا تمام في ناس برضو ما بتقدرش تهدر فيجربوا في البيت وبرضو مش عايز معمل ما يجيش لكن في البيت ان انا افرجك انا بشتغل ازاي على الكمبيوتر انت استفدت ايه لكن السكشن او ممكن عشان تشوف حالك شغل في الماده ولا صح ما اعرف اكتب على البورنسي ولا لا فهي الفكره كده لكن ما ينفعش يكون في اوف لاين ونفس الوقت اون لاين لكن ما ينفعش يكون في اوف لاين ونفس الوقت اون لاين صعبه يبقى لا هو موجود ما اعرفش هو ما نشوفها شهيره وهي موجوده بتاعت السنه اللي فاتت هحط لكم معاها تمام لكن انت عايز تيجي تعالى مش عايز تيجي وانت بالنسبه لك الدنيا مش عارف تاخد كده ان شاء الله السكشن هيبقى اون لاين تمام ابعتوا لي على الفيسبوك او ابعتوا لي على الفيسبوك مين ما دخلش على الباك بورد لسه انا في مشكله عند الجامعه يا دكتور في مشكله عند الجامعه في مشكله عند الجامعه هنا 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 جزء من الجامعه دكتور اسمه دكتور خلصنا كده